والناس بقالها كام يوم بتتكلم عن بنوتة جميلة نزلت قدام أحد المساجد ووزعت أزايز مية على المصلين ومكتوب عليها ادعولي أتجوز نادر. البنت بتقول ادعولي أتجوز مش أصاحب ولا أروح أعمل حاجة غلط. البنت لقت واحد اسم على مسمى، تخيلي، راجل واسمه نادر، نادر في زمن نادر، تحبه ونفسها تكمل حياتها معاه، وقالت يمكن ربنا يستجيب لدعوات المصلين ويطلع صدقة كده اديهم مية يبلوا ريقهم في عطشهم وربنا يحقق مرادها. ليه بقى نهاجمها وليه ننقدها وليه بقى تجيبوا سيرتي في الموضوع؟ انا عايز اعرف هو ليه كل ما واحدة تعمل حاجة حلوة لراجل تقولوا بقى ايه الحق يا ياسمين يا عز؟ طب انا هلحق وهاجي اتكلم عادي جدا عادي، بس مش عايزة اجمع الحقيقة، يعني عايزاكم تشوفوا التعليقات المكتوبة على الخبر ده وتقارنوا بين تعليقات الرجالة وتعليقات الستات. هتلاقوا الرجالة كلهم الفراعين كلهم الفرعون بكل اختلاف ثقافتهم كاتبين ايه؟ ربنا يجمعكم على خير، ويا رب لو ليكم نصيب في بعض تتجوزوا، ويا رب يكون نادر على قدر حبك ليه، وكلام ودعوات جميلة ما تتخيرش عن الفرعون الجميل. تخيلي البنت أو تخلي البنت عندها تفاؤل وعندها يقين ان ربنا ممكن يستجيب لدعواتها وتتجوز الراجل اللي بتحبه استاذ نادر. نروح بقى لتعليقات الستات والبنات، بعض الستات والبنات، يا ليلى مش فايته، خد عندك بقى. على ايه يا اختي الحب ده كله؟ يا رب بقى لما تتجوزيه ما تنزليش تقفي قدام الجوامع تطلبي من الناس يدعولك ان ربنا يخلصك منه. مفيش راجل يستاهل يا حبيبتي تعملي معاه كده، اصل الرجاله كلهم صنف واحد، نادر او غيره كده كده هيطلقك ويخونك ويطلع عينك. ايه ده يا جماعه؟ ايه ده؟ انتوا تعرفوا نادر منين اصلا؟ انت تعرفي نادر منين؟ انت تعرفي حلاوه نادر ولا جمال نادر؟ تعرفيه منين حبيبتي؟ تعرفيها منين عشان تكتبي لها كده؟ ما تسيبيها توزع ازايز ميه. احنا ازاي وصلنا للمرحله دي؟ ازاي بقى عندنا مقدره نكره الناس في حياتها بالشكل ده؟ ده الرسول عليه افضل صلاه والسلام قال ايه؟ بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. مش كده ولا ايه؟ يا متعلمين يا اللي عارفين كل حاجه. وبعدين انتم عارفين ان البنات اللي قاعده تكسر في مجاديف البنت دي وتحبطها وتقولها الكلام الخايب ده على السوشيال ميديا هم نفسهم، والله هم نفسهم مش حد غيرهم، اللي بينزلوا بالاسدال في صلاه التراويح في رمضان الجاي ان شاء الله واللي فات واللي فات، وتدعي انها تتجوز محمد زميلها في الشغل او احمد ابن طنط عزه جارتهم. ها بتعملي ولا ما بتعمليش؟ بتعملي وانا عارفه كلنا عارفين، فبتعملي كده ما تنكريش، وانت بتعملي وعارفه ان انت بتعملي، فما تعمليش نفسك البنت الجامده على السوشيال ميديا وهاتك بقى تعليقات سلبيه لغايه ما تكرهي البنت في نادر. هو على الاقل البنت دي بوش واحد مش بوشين، واللي في قلبها بتقوله مش بتخبيه. نزلت توزع ميه تقولي ادعولي يا جماعه. روحي يا بنتي ربنا يكرمك ويرزقك باستاذ نادر وتتجوزيه، ويا بخت نادر والله بالبنت اللي بتحبه لدرجه انها وزعت ميه على الناس. ولما تتجوزي استاذ نادر ابعتيلي عشان ابارك لك انت استاذ نادر، واقول لك تنادي عليه ازاي، واقول لك لما تخلفي ولاد تسميهم ايه مكافاه ليكي، هعمل لك اسماء خاصه وحلقه خاصه. ولاد استاذ نادر دول لازم يكونوا حاجه يونيك، حاجه برضو نادره من النادره زيه كده. ابعتيلي ان شاء الله لما تتجوزيه، بدعي لك تتجوزيه، وكل البنات بقى اللي هتنزل في رمضان تدعي انت بقى ونيتك، مش هدعي لك بحاجه، انت ونيتك يا رب اديها على قد نيتها يا رب.